فرقه لا ما تحتاج نهضر عليها فرقه كبيره بتفكيك اللي عندنا. انا باش تلعب مع الولاد دابا الجمهور ديالو كلشي سي با فاسيل. انا راضي على الدراري على البريستاسيون ديال لي جوغ، واخا ما كانش عندنا ما غاديش نقول ما كناش افيكاس اوفونسيفمون، ولكن الوداد اللي كانوا افيكاس ديفونسيفمون في لا دوزيام ميتون. مي الحمد لله راضي على اللعابه، واللي خاص وجده هو الناس اللي تحرك. نقول لك صراحه لان كما قلت كونفيرونس دو بريس حنا تنتعذبوا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. صراحه لا الستاف تتعذبوا، اللعابه تيتعذبوا، ميم لي ديريجون حتى هما تيتعذبوا، الله يكون في العون. فخاص الناس تحرك، وانا تنقولها قلت ملي ربحنا ماشي تنقولها دابا لحقاش خاسر ولا شي حاجه، حتى ملي خسرنا قلتها راه خاص الناس تنوض التعاون، باسكو فريمون تنعانيو ديال بصح، ولكن ما غاديش ننزلوا لبينا وغادي نتقاتلوا على السميه ديال هذه الفرقه. مي خاص الناس تعاوننا. كنت اخر سؤال، شنو دي رياكسيون ديالك على التحكيم في هذا الماتش؟ كيفاش جاك التحكيم ديال المباراه؟ شوف دي رياكسيون عادي، بالعكس التحكيم غيانا ديال الحمد لله الاربيتر كان في المستوى، تيبقاو دي رياكسيون عادي. الاحساس ديالكم تحكيم كيف غادي تلعب في الدومار على جمهور الوداد بعد السيزون خساره ديال التحكيم؟ ايوا شوف تيبقى واحد، حنا الحمد لله ما تنساوش الخير. الخير ديال الوداد كبير عليا، هادشي علاش مشيت وحيت الجمهور وداكشي. اي فرقه تدوز فيها ما غاديش نساو الخير ديالها، حتى المولوديه وجده حتى هي ان شاء الله غادي نساليو لا سيزون، ما غاديش ننسى الخير ديالو ان شاء الله والجمهور ديالو. اللي صراحه اول ما نزلت للتريبين للمونتوش جاو كبروا بيا حتى هما، الحمد لله تبقى العلاقات مزيانه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.